السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. اليوم راح نتكلم عن المعاقل والمخيمات وأهميتها لجميع اللاعبين وبالذات للفري تو بلاي. لما نسوي زوم اوت من الخريطة راح نحصل أماكنها بهذا الشكل، مخيم، معقل ومعقل جاهز للهجوم عليه. ولكن تعالوا شوي هنا، خلونا بس يعني نفهم الفرق بين المخيم والمعقل. المخيم والمعقل فيهم يعني زعيم أساسي بنفس الشكل لكن يختلف الاسم. في المخيم والمعقل كذلك ممكن يطلع لك زعيم ثانوي. طيب إذا طلع هذا الزعيم الثانوي معناه حظوظك مرتفعة بأنك تتحصل على مخطوطات لمعدات نادرة. أيوة، هنا نجي لسؤال، وش هذه المعدات اللي ممكن ألقاها في المخيم والمعقل؟ في المخيم راح تلقى هذه المعدات، طبعا الاختبار الصامت هي مخطوطة نادرة لذلك تجميعها صعب. أما في المعقل فراح تتوفر هذه المعدات وأنت وحظك، طبعا ما في كميات معينة، كل شيء يعتمد على حظك في المعقل. يعني توقع أن يطلع لك 5 ديلان دفعة واحدة مثلا. قلادة الليل الخالد هذه ما تطيح إلا من الزعيم الثاني، لذلك قلت لك أنك يعني هذه تعتمد على حظوظك، بتكون مرتفعة إذا طلع لك الزعيم الثانوي مع الأساسي، لأن أحيانا هو يطلع وأحيانا لا. لما تضرب زعيم المخيم ما راح يطلع لك من جديد إلا بعد 9 ساعات. لما تضرب زعيم المعقل ما راح يفتح المعقل إلا بعد تقريبا 3 أيام، لذلك أنت ممكن تلعب بوقت ظهور الزعماء مثل ما تحب، بحيث أنك يعني توقت مثلا ضرب المعاقل في وقت معين، لكن اللهم كل 3 أيام وبتداوم على نفس الوقت. تمام، الآن ناخذ نظرة كذا على أحد هذه المعاقل واللي جهزت مسيراتي عندها. المعقل راح يكون في حالة تأهب، يعني مطلوب منك تدمر أبراج، تضرب البربر اللي بالداخل إلى أن تجمع النقاط اللي مطلوبة هي 120 نقطة. فتأكد أنك جايب أفضل مسيراتك قبل لا تدخل المعقل هذا، لأن أضرار الأبراج على مسيراتك ما هي سهلة. انتبه، فإذا أنت ما كنت قادر تطيح المعقل هذا لوحدك ممكن أنك تستعين بمساعدة صديق. طبعا معليش، أنا اللعبة عندي علقت هنا فانجلدت مسيراتي عند برجين، قايل لكم تأثيرها مرة قوي. فمن حسن الحظ يعني طلع لنا زعيمين هنا، فخلونا نتفاهم معهم الحين. زي ما انتم شايفين ما طاحت المخطوطات اللي انا اطمح لها بكميات كبيرة مثل ديلان او حتى قلادة الليل الخالد، ولكن يعني شيء افضل من لا شيء. لو نلاحظ في تأثير سلبي جاء فوق يقول ما راح تحصل جوائز الزعيم اللي انت ضربته في المعقل الا بعد 3 ايام، يعني الان لو تروح عند زعيم ثاني في معقل اخر ما راح تاخذ منه جواهر او كتب خبرة او مفاتيح او ايا كان ما يعطيك اياه الزعيم، بس اللي يطيح منهم المخطوطات وبس، طبيعي جدا. فكل معقل بعد ما تخلص منه ما راح يفتح إلا بعد 3 أيام من ضربه، وهذا الشيء اللي يخلينا نقول أحسن وأسهل شيء للفري تو بلاي أنه يستفيد استفادة كبيرة هي المداومة على ضرب المخيمات. زعيم المخيم سهل، بمجرد أنك ترسل مسيرة واحدة فقط تستهدف فيها الزعيم لوحده خلاص يطيح المخطوطة تشيلها إذا بغيتها، ولا مع السلامة. طبعا زعيم المخيم عنده ميزتين، الميزة الأولى أنه يعطيك 30 جوهرة وهذه ثابتة عند جميع زعماء المخيمات. الميزة الثانية أنه بعد ضربك له راح يطلع لك بعد 9 ساعات. فلاحظ أنه ما هو مثل صاحبنا زعيم المعقل اللي صح يعطيك 50 جوهرة ولكن بعدها يقول اقلب وجهك، أنا ما أبغى أشوفك إلا بعد 3 أيام، وتراك يعني ما راح تحصل من أخوياي في المعاقل الثانية شيء. طبعا هو ما قال كذا، بس أنا قاعد ألف كلام علشان تفهم الفكرة وتعرف الفرق، لأني أعرف إن في نفسيات يأخذون كلامي بالمعنى الحرفي.
طيب خلينا نشوف هنا. لقينا هنا مخيم بالصدفة في زعيمين، فخلينا نرسل الأسطورة جوانيو اللي تصفق. طبعا زعيم المخيم سهل جدا انك تطيحه على عكس زعيم المعقل. طبعا انا سويت الخريطة هذه بالاحداثيات، والله تعبت عليها من ناحية البحث والمقارنة مع كم مملكة حتى تأكدت انها يعني نفس الاحداثيات ما في فرق، فقلت خلينا ننشرها لكم وعاد انتم قسموها بين تحالفات مملكتكم. طبعا في مملكتنا احنا مقسمينها بهذا الشكل بين ثلاث تحالفات، فأي تحالف يدخل على الثاني يعاقب بدفع ضريبة. اما مسألة كيفية توزيع المخطوطات على لاعبين التحالف، بحيث والله فلان يبغى ديلان، والثاني يبغى الليل الخالد، الثالث والله يبغى اختبار الصامت، لا، هنا كل تحالف له سياسة في ترتيب الأولويات. في تحالف يقول لك والله أنا راح أفرز الأسماء بناء على القوة، والثاني يقول لك لا والله أبغى أفرزهم بناء مثلا على القتل. يجيك ثالث يقول لك لا أبيها اثنين، قوة وقتل. يجيك واحد رابع يقول لك لا ليش ما نخليها مفتوحة، واللي يشيلها يكون يعني هذا من نصيبه بدون ما أحد يحتج على الثاني. طبعا هذا النوع من النظام يسبب مشاكل. فكل تحالف وله نظام معين في ترتيب الحصول على المخطوطات وتشكيلها. يا صاحبي الفري تو بلاي، صدقني والله العظيم ما في طريقة ووسيلة أنك تتحصل فيها على جواهر بكميات كبيرة وبشكل أسرع غير جمعها طبعا على الخريطة، أنك تداوم على ضرب المخيمات. راح تاخذ منها مو بس جواهر، يعني حتى ممكن مواد، مفاتيح، نقاط حرب اللي هي تهمك. فهذه يعني تخليها من ضمن الروتين اللي تسويه يوميا في اللعبة، ويا محلاها عاد لما تجتمع انت وجروب وتضربوا مخيمات مع بعض والكل مستفيد وتخلي الفائدة جماعية. في وضعيتي انا هنا ماسك منطقة كاملة لوحدي ولله الحمد، يعني مرتاح، مروق المانجا، اضرب يعني تقريبا 6 مخيمات مرتين يوميا، فتقريبا هذه 360 جوهرة في الجيب. طبعا غير المهام اليومية 100 جوهرة فيصير عندي 460. قل والله شديت حيلي وضربت لي بربرة شويتين وطلعت منهم ما يقارب 200 جوهرة، هذه هي صارت معي في اليوم 660 جوهرة بشكل يومي. وفي وسائل طبعا تجمع منها جواهر كثيرة، بس تحتاج منك يعني شوية حركة ونشاط لا أقل ولا أكثر. ما قلنا لك والله اجلس 24 ساعة للعبة حتى يعني تجمع لك جواهر، لا، هي في اوقات معينة تضرب فيها والسلام عليكم. بس حط اهدافك اللي انت راسمها بشكل يومي ومش عليها وقفل اللعبة. ما راح ياخذ الشغلات هذه منك يعني اقل من نص ساعة بالكثير لو بتشتغل ضرب بربر. اتمنى ان المقطع نال على اعجابك، يهمني تقييمك للمحتوى ويحفزني طبعا بنفس الوقت، لذلك ما يحتاج عاد نوصيكم. هذا اللي كان عندنا اليوم في رابط دعم للقناة لمن أحب دعم القناة بالأسفل. يعطيكم العافية على المتابعة، نراكم على خير، في أمان الله.